السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ثلاث فيديوهات بين هذه القطة الجميلة صاحبة العيون الزرقاء التي أصبحت تعتمد على نفسها ولكن لا يستطيع تحملها. أجمل العيون قطة تكون صيام القطة هذه من تتقبل صيام. يا ترى ما نوع هذا الثعبان؟ هل هو خطير أم لا؟ حجر غريب، ما نوعه يا ترى؟ هل هو حديد؟ أنا ما أظن حديد خام.